أم بغادد هولاها هوريا المسؤولين وزارة ورفافين تا حكومة دا فدرالك الصومالية أيا وحا أقاسمها وزارة داسي وحا وكل نقاطي أقاسم واحد جدا وزارة ورفافين تا حكومة دا فدرالك الصومالية كلنكا هيا لوغو هاد ليسي أم بغادد هولاها هوريا أقاسم واحد جدا وزارة دا هيا كوردينتا أذيكي دا الله هيا بلشيدا الصوماليات أقاسمها وزارة ورفافين تا حكومة دا فدرالك الصومالية حير دعالي أيا ورفافين تا لها لي مهمدة كلنك يوحيا به لو قهر لي انت وقوس علي. بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو اربعاء بشا جانوري اي تهي لبي طبعا وحا حرمت وسارد دا انو وقف صومي شركي تضباد لها هاي الاسمياشا وحيها وسارد دا شركاس وان سوقو تبير وقهر لي افر قضب وكالدوان وكالعاقود وكوكوبال لما يستركا قرش هوليتكا وزارد سند كلابو دكم يلاوي يلاباتنكا خضب كلابادو اه وديار قروغا ديارين تشرعية دا مهم كوه وزارد يه سياسة دا يعني وطلق سند كنين عنو أبو روسا مينو يو هرقلين تشرعية دي هورا لسميه وباحن إن لفوليو سند كلابو دكم يلاوي يلاباتنكا وحن كلو آدو قد دورني أغا سمياشا وديار قروغا حلقا لوجه دو دورشوينكا sidii ay warbaahintu doorkooda u qaadan lahaayeen dowlad ahaan waxaan kaloo ugu dambeyn ka doodnay qodobka afraad oo ah joogteynta agaasimayaasha oo laga bilaabayo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxyuhu inay joogaan goobaha shaqada sida ay shaqaaluhuna waxu soo saaraan loola kormeero guud ahaan shirkayadu maanta agaasimayaashu wuxuu ku saabsanaa afarta qodob zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya